استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لدى وصوله مساء اليوم إلى مملكة البحرين على رأس وفد أمني رفيع المستوى في زيارة رسمية للبلاد بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الأمنية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني. ولدى وصول معالي وزير الداخلية وسمو الضيف الكريم إلى مبنى وزارة الداخلية، قامت مجموعة من حرس الشرف بأداء التحية. سلام سلام. ثم تشرف كبار المسؤولين بوزارة الداخلية بالسلام على سمو وزير الداخلية السعودي. بعد ذلك بدأ اجتماع لجنة التنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين، حيث رحب معالي وزير الداخلية بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية السعودي وأعضاء الوفد المرافق، مؤكدا أن هذه الزيارة والتي هي محل التقدير والاعتزاز تشكل نقلة نوعية وإضافة بناءة لمسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين في إطار مجلس التنسيق السعودي البحريني، انطلاقا مما يجمع البلدين من علاقات أخوية وتاريخية راسخة في ظل قيادة حضرة صاحب بالجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله ورعاهم. وأشاد معالي بالروح الإيجابية البناءة التي تسود اجتماع اللجنة الأمنية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما، مشيدا بدور سمو وزير الداخلية الكريم في تعزيز حفظ الأمن وما يليه من اهتمام كبير لمواصلة أعمال اللجنة وسعي سموه لتطوير أفاق أعمالها بما يحقق المصالح المشتركة في الحفاظ على أمن واستقرار البلدين الشقيقين وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات الأمنية. وأكد معالي على أهمية المبادرات الأمنية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني
الأمني المشترك، وذلك تمهيدا لرفعها إلى أمانة مجلس التنسيق السعودي البحريني. وأشار إلى أن هذه الزيارة المقدرة تهدف إلى تعزيز العمل الأمني المشترك في إطار ما يجمعنا من وحدة المصير من أجل استشراف الوضع الأمني في المنطقة وقراءته بدقة بما يخدم أمن واستقرار دولنا، لا سيما أن الزيارة تأتي في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، الأمر الذي يدعونا إلى مواصلة التنسيق والتعاون لتعزيز قوة الترابط الأمني. ومن جهته أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بالعلاقات الأخوية والتاريخية المميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا سموه بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين والتنسيق في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، واضعين نصب أعيننا تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء. ونوه صاحب السمو الملكي الأمير وزير الداخلية السعودي بالجهود التي بذلتها فرق عمل الجانبين والعمل على تحقيق المبادرات التي تم التوافق عليها وما تم التوصل إليه من نسب إنجاز وما تم التوافق عليه في محضر اللجنة اليوم، ليتم بعد ذلك توجيه فرق العمل لبذل جهود مضاعفة لإنجاز تلك المبادرات، متمنيا التوفيق والسداد لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها مزيدا من الأمن والاستقرار. هذا وقد تم مناقشة عدد من الموضوعات الأمنية المهمة ذات الاهتمام المشترك في إطار ما صدر عن الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني، وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل الأمني والبناء على ما تم تحقيقه من خلال مبادرات اللجنة الأمنية بهدف الارتقاء بالأداء لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي ختام الاجتماع قام معالي وزير الداخلية وسمو وزير الداخلية السعودي بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة الأمنية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني.